بسم الله الرحمن الرحيم. ادي عم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد ناجي. من كام يوم كده حصل موقف بيني وبين شيخ الجامع، وأنا في الشغل بطلع أصلي مثلا، فكان في كام حاجة مضايقاني، فأنا بصلي وراه. فقعد بقاله كام يوم بيسألني: أحمد أنت صليت؟ أقول له يا مولانا. أحمد أنت صليت؟ أقول له يا مولانا. أحمد قلت له يا مولانا، ما أنا وراك في الصف، هروح فين؟ عمال تسألني ليه ما أنا صليت؟ فضحك قال لي: أحمد أنت صليت بس ما أقمتش الصلاة. إيه ده؟ قلت له معلش، يعني إزاي جت إزاي دي؟ مش أقمت؟ طب قامت الصلاة؟ حي على الصلاة، رحت صليت. قال لي: لأ، وشك بيدل إن أنت ما أقمتش الصلاة. أنت صليت، أه صليت بجسمك بس ما أقمتش الصلاة. قلت له: إزاي؟ قال لي: أحمد، إقامة الصلاة مش في الجامع بس، إقامة الصلاة بره الجامع. اللي بتصلي هنا، اللي بتعمله هنا، ده عبادة، لكن قواعد العبادة عملتها على مدار يومك؟ قلت له: فهمني أكتر. قال لي: طمنت على أبوك؟ سألت على أخواتك؟ حد من أصحابك عيان اتصلت بيه؟ طب شفت جنازة النهاردة مشيت فيها اتطوعت؟ طب طبطت على حد بكلمة؟ ملست على كتف حد كده؟ جبرت خاطر حد النهاردة؟ قعد يعد معايا وأنا قاعد في حالة سهول. والله كنت في حالة سهول فعلا. أقم صلاتك تستقيم حياتك. أنا ما كنتش فاهم معنى الجملة دي. أنا فاكر يعني اللي في دماغي بالظاهر نصلي ونصوم ونزكي، أنا كده زي الفل. معرفش أنا في الكلمة رنت في وداني في الأيام دي: وأقم الصلاة، وأقم الصلاة. هو الواحد فعلا بيقوم صلاته؟ لا، لأن إقامة صلاتك في معاملتك مع جارك ومعاملة جارك معاك. إقامة صلاتك إنك تشتغل بضمير وبذمة، ما تتهاونش في شغلك ولا في تراخى ولا تسيب حاجات يأذي بيها غيرك. إقامة صلاتك صلة الرحم. إقامة صلاتك في جبر الخواطر، ده جبر الخواطر على الله، وأنا دايماً باخد الحتة دي، جبر الخواطر على الله. إقامة الصلاة في الصدقة، مش في الزكاة، الزكاة فرض. الزكاة فرض لازم هيتعمل ولو بالحد الأدنى، إنما الصدقة لا، أنت بتطلع متطوعا طالع لسبيل الله بتطلعها. طب كم واحد فينا أقام صلاته على كده؟ بالمنظر العام اللي بنشوفه، وأنا أولكم وأنا أول الناس، محدش فينا أقام الصلاة ولا قرب لها ولا دخل الجامع حتى. لأن اللي بيطلع من الجامع بيبقى شيخ منصر ويخش يصلي، يطلع من الجامع يكمل النصباية عادي، ما أقامش الصلاة. بيبقى طالع من الجامع ويجي له تليفون من مراته يسخنه على امه فيقوم يتخانق معاها، ما اقامش الصلاه. بيبقى طالع من الجامع ويجي له تليفون ويشبط مع اخوه، ما اقامش الصلاه. بيطلع من الجامع ويبص على واحده، ما اقامش الصلاه. ولا انا اقمت الصلاه ولا غيري اقام الصلاه. ما لو فعلا الصلاه قد قامت الصلاه او اقمنا الصلاه، ما كانش ده حال الدنيا، ما كانش ده حلنا. أنا أول مرة فعلا، وأنا يعني داخل على 40 من عمري، العيش ياما يشوف وياما يتعلم، يموت المعلم وهو بيتعلم، أفهم معنى اللي أنا الكلام ده. أقم صلاتك تستقيم حياتك. أنا فاكرها بالصلاة بالسنن، وأنا كده حلو زي الفل، محدش ياخد مني حاجة. لكن لا احنا بنصلي ولا اقمنا الصلاه ولا قربناها. لان لو انا بقيم الصلاه فعلا صح، انا واحد من الناس وبتكلم عن نفسي مثلا، انا عارف نفسي في ايه، مقصر في ايه. اقم الصلاه. انا اقمت الصلاه؟ لا، ما اقمتش الصلاه. وغيري نفس النظام. النبي يا جماعه، بس
بس يعني ليه الغاء شخصي اللي بيعدل يبقى يعني يعني مش عارف يعمل ايه. يا ريت وزاره الاوقاف يعني تختار يعني نوعيه البلبل اللي بيغرد في ودننا ده، يعني يا ريت تهتم بالموضوع ده شويه، تهتم والله بالمؤذنين. هتخلي ده في ناس تسمع الاذان كده، يا سلام دي حاجه في النص يعني، تسمع الاذان يا سلام، لو ما بيركعش عايز يخش الجامع. في ناس تسمع صوت المؤذن يعني لا اله الا الله بس خلص، يقولوا لها الحرمانيه كانت حاطه صباعها في ودانه. في ناس صوتها وحش قوي. فالمهم عشان ما نغلطش على موضوعنا، حكايه اقامه الصلاه، اقامه الصلاه دي حاجه مهمه جدا في حياتنا. انا محتاج اني اقيم الصلاه فعلا، وانت محتاج انك تقيم الصلاه، وانت محتاج انك تقيم الصلاه. سلوكياتنا بينا وبين بعض. ما الصلاه سلوك. انتوا عارفين ليه الصلاه منظم قوي؟ عشان كل واحد عارف هو هيعمل ايه. يعني اول ما نطيب الصلاه الناس كلها بتقف جنب بعض، عارفه رجليها جنب بعض كده، فجنب بعض على الصف الواحد. ليه؟ عشان عارفه ان مفيش تفاوت في الكلام ده. يعني ما ينفعش رجلي قدام ورجلي ورا، ما ينفعش انت واقف بميله واقف تترقص في الصف، ما ينفعش. لا ركبه لا طرف ما تتقبلش، ملهاش حجم تاني. يعني تتقبل لا ما تتقبلش. فهو ملتزم قوي وهو واقف. شكلا حتى الموضوع ده يخص ربنا. انما شكلا بيبقى ثابت مكان. عينه في الارض بيسجد صح، بيركع صح. ليه؟ عشان عارف ملهاش يعني لا تتقبل ما تتقبلش. على الاقل بياخد الشكل انه صلى. سلوكياتنا زفت مع بعض، وحاجه تقرف، حاجه تقرف بجد. لا حد بقى لا حد بيحترم الكبير، ولا حد بيعطف على الصغير، ولا صله رحم، ولا 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 ولا. وكل يوم برامج التوك شو تجيب لك جريمه، حاجه تقرف يعني والله. انا بخاف اقلب التلفزيون مثلا الاقي الحاجه دي تقابلني في وشي. مش عايز اشوف، مش عايز اسمع خبر زي ده. حتى لو جه خبر مصيبه جريمه ولا بتفرج على الحاجات دي. انا لا اصاب، انا نفسي لا اصاب. احنا محتاجين فعلا نقيم الصلاه، نقيم الصلاه في بيتنا، نقيم الصلاه في صله ارحامنا، نقيم الصلاه في جبر الخواطر. الكلمه الحلوه، الكلمه الحلوه، الكلمه الحلوه الايجابيه. يعني لما يكون حد بينصح حد، ما تنصحوش قصاد حد، قصاد مجموعة من الناس، عشان دي هتتاخد انها توبيخ. بينك وبينه خد ادهم له في جنابه. لكن قصاد الناس ما ينفعش، ما حدش هيتقبل نصيحة قصاد الكل. ما في فرق بين الصراحة والوقاحة. يقول لك ما تسمعش أنا صريح. لا، دليل أدب مش صريح. في فرق بين الصراحة والوقاحة. دي إن شاء الله هيبقى لنا جزء تاني لما نتكلم فيه. يعني في حلوين، تبقى حلوين كده مع بعض شويه، يبقى كلامنا كده كويس مع بعض. لانك انت لما بتتكلمني بفظاظه انا هرد عليك بقى، يعني هو ما فينيش لسان، ما انا هكلمك بطريقه وحشه. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.